خلينا بقى نرجع لرمضان والروح الرمضانية اللي احنا متعودين عليها في عقلنا وموروثنا الثقافي المصري. فرمضان بيعتبر المسحراتي حالة تراثية وجدانية بتمس كتير وبتعتبر مرادف من مرادفات شهر رمضان الكريم. يعني انا لو قلت رمضان وسكت هيجي في بالك المسحراتي، الفانوس، القطايف، الكنافة، الخيام الرمضانية، موائد الرحمن، صوت النقشبندي، التجمع مع العيلة، ان انتوا تتجمعوا وتتقابلوا. وواحد من الحاجات دي بكل تأكيد المسحرات اللي بيعدي بالليل ولسه موجود على فكرة لغاية دلوقتي، يمكن صوته ما بيوصلش بقى في العماير الطويلة والأدوار العليا، او يمكن انت بتبقى نايم او مش واخد بالك او بره بتتسحر، لكن لسه في بعض المناطق المسحراتي بيعدي وبيمر. مش شرط زي زمان بالبازة اللي ايدها فخار، اللي هي الطبلة، اسمها في مصر الموروث الثقافي بتاعنا دي اسمها البازة، صغيرة كده ومشدود عليها الجلد وفيها فخار من ظهرها والعصاية الصغيرة بتاعته او حتة الجلد اللي بيدق بيها. دلوقتي تلاقي مثلا ماسك جيركن وخرطوم، ماسك طبلة، يعني اي حاجة بتطلع صوت عشان نفضل محافظين على الروح اللي احنا ورسنها من اهالينا. وده لان المسحراتي من اقدم مظاهر رمضان في مصر وتاريخه بعيد جدا جدا، مئات السنين من التاريخ والتراث. زي ما قالت مثلا بيج اضاءات على الفيسبوك، قالت ايه اضاءات؟ المسحراتي هذا الرجل الذي لم يعد منه سوى صوت الطبلة يحمل ماضيا طويلا، بداية من بلال بن رباح اول مؤذن وموقظ للسحور في الاسلام، وعنبسة بن اسحاق اول موقظ للسحور في مصر، والذي كان يمشي بنفسه من مدينة العسكر بالفسطاط حتى جامع عمرو ليوقظ الناس، ثم الدولة الفاطمية التي احضرت معها الاسم وطبلته. كمان صفحة رسائل قالت اصحى يا نايم وحد دايم، وقول نويت بكرا حييت الشهر صايم والفجر قايم، رمضان كريم. وده جزء من المسحرات اللي تقدم في الإذاعة وفي التلفزيون على ايد فؤاد حداد وسيد مكاوي وحنتكلم عنه. مسحراتي من اقدم المهن اللي عرفتها مصر المحروسة، كان بيلف قبل الفجر ينادي على الناس يصحيهم للسحور، وصورة قديمة لمصر وفانوس رمضان. وكمان كان الستات زمان بيلفوا بعض القروش في قطعة من القماش وبيرموها من مشربيات البيوت المصرية القديمة عشان المسحراتي ينادي على أهل البيت، يعني بيعدي في الشارع فيروحوا لفين الفلوس في حتة قماش ويحدفوها له، فيعدي بقى يفضل طول الشهر الكريم بينادي على الناس، أو لو هو من أهل المنطقة وعارف الناس فبيفضل ينادي تحت كل بيت، يا فلان يا علان يا ابن فلان يا حج علانة، ينادي على كل بيت على كل دار باسم أهله. ويجي آخر يوم ليلة 30 أو ليلة 29 اليوم الأخير من رمضان، يعدي ياخد زكاة الفطر من أهل المنطقة اللي كان بيسحرهم. أما أكاونت حكاوي زلابيا على تويتر فقال في ثريد كامل، مجموعة تويتس يعني معلومات مهمة عن تاريخ المسحراتي في أول تويتة، قال الأكاونت اصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرا حييت الشهر صايم والفجر قايم، رمضان كريم. زي سيد مكاوي في تويتة تانية قال كان والي مصر إسحاق بن عقبة أو عقبة عفوا إسحاق بن عقبة أول من طاف على بيوت القاهرة يصحي أهلها للسحور، وبعدها في الدولة الفاطمية أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي الناس يناموا بدري بعد صلاة التراويح، وخلى الجنود يمروا على كل البيوت يخبطوا على البيبان ويصحوا الناس للسحور. التويتة اللي بعدها في الثريد، تم تعيين مسحراتي لكل منطقة أو لكل منطقة لحد ما ظهر المسحراتي في شكله الحالي ماسك بالطبلة في عصر المماليك اللي هي البازة اللي كنت بحكيها لحضراتكم. وفي آخر تويتة كمان من الثريد اتكلم أكاونت حكاوي زرابيا عن أشهر مسحراتي في العصر الحديث، وقال أشهر مسحراتي في العصر الحديث سيد مكاوي ومعاه الشاعر فؤاد حداد، وبدأوا مسحراتي في الإذاعة وتحديدا سنة 1964، ومع انتشار التلفزيون أبدع مكاوي في مزج هتافات المسحراتي مع الغنى الديني بصوته المميز وهاشتاج مصر زمان. وزي ما قلت لحضراتكم هنرجع تاني للمسحراتي بعد شوية طبعا، لأنهم عملوا من المسحراتي شكل جديد، موروث ثقافي جديد، كلنا متعودين على صوت المسحراتي من سيد مكاوي،
وهو ده في ودنا المسحرات، اصحى يا نايم واحد دايم، وقول نويت بكرا حييت الشهر صايم والفجر قايم. ليه قلنا المسحراتي ممكن يكون مرادف لرمضان في اذهاننا؟ لانه فرحه للكبير وللصغير، زي ما نشرت بيج صدفه كيتشن فيديو للمسحراتي وعلق عليه الادمن على الفيديو وقال المسحراتي عندنا نوع من انواع البهجه. اسيبكم مع الفيديو. كمان بيج باسم صيد الاسماك للمحترفين نشرت فيديو تاني للمسحراتي، ومسحراتي صوته في الفيديو ده رائع جدا الحقيقه، وعلقت على الفيديو وقالت المسحراتي قصدت بابك يا كريم. نشوف الفيديو. قصدت باب يا لي مالك بواب يا ناس في بوري بحالي يا وبكمل عشاء حالي. ليه 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 من ورايا الكلام وعاملين انت احبابي؟ انا قلبي انجرح، انا قلبي انجرح، فين الصاحب اللي صاحب وفيه ان الصاح اللي صاحب؟ قليل النهارده ناس مين الصاحب؟ يا ما عملت انا، عملت الجميل مع كل صاحب، عملت الجميل مع كل صاحب. أما بيج شكلي حبيتك، فنشرت فيديو للمسحراتي آخر، خلينا نشوف الفيديو ده كمان. كمان صفحة أخبار العصفرة نشرت فيديو للمسحراتي، فيديو تالت غير المسحراتي اللي احنا شفناه، وبرضو صوته جميل جدا جدا، خلينا نشوف فيديو المسحراتي التالت. الله 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 حبيب رمضان يا بسمة شفافة يا سنية وكنافة يا فرع صفصافة يا ضلة في رمضان المعدة بتنقنق من الأرض بتنقنق والفجر بيشاشع اول هلال رمضان يا صوتي على وجوح مهما تكون مجروح قوم يلا يا ممدوح حلي عليك رمضان
طبعا الناس بتتسأل هو في مهنة اسمها المسحراتي؟ زمان كان ممكن يكون في مهنة في خلال شهر رمضان هو بيعمل في هذه المهنة، لكن بكل تأكيد دلوقتي ومع العصر والأيام التانية بغير رمضان أكيد بيبقى في مهنة تانية، بس هو بيتفرغ لتسحير الناس في رمضان أو بيشتغل شغله الصبح وبيسحر الناس بالليل. وزي ما دايما بنقول لولا السوشيال ميديا ما كناش هنقدر نشوف الأشكال دي، لأن كل واحد كان هيبقى بيشوف على الأقل المسحراتي اللي عنده في البيت أو لما بيكون سهران عند حد تاني بيشوف واحد أو اتنين أو تلاتة، أو الناس المهتمة بالموروث الثقافي كانت هتنزل تدور على المسحراتية في أي بلد من بلدان مصر أو أي مدينة من مدن مصر. لكن السوشيال ميديا الجانب الجيد منها إن أنت تقدر تشوف موروثات ثقافية مصرية، الناس في مصر فعلا كان عندهم المسحراتي حاجة مهمة جدا. بس احنا كمصريين لما بنحب حاجة بنعمل عليها دايما التاتش بتاعنا، الكوميكس، الميمز، زي بيج لن يفهمها جيل الايفون لما نشرت كوميك وقالت واحنا صغيرين ايه ذكرياتكو مع المسحراتي. عمو قول اصحى يا محمد يا ابني، ما انت صاحي قدامي اهو. ده خالد الصاوي واحمد حلمي كوميك. وفي كوميك مشابه ليه برضو نشرت بيج كوميكس فوتو بوست قالت المسحراتي عمو قول لي اصحى يا سلمى، ما انت صاحي اهو انت مش شايفه. وكريم عبد العزيز ومنى زكي. اما صفحه المنوفيه على الفيسبوك فقالت المسحراتي ما بلاش تيجي على السحور، احنا كده كده سهرانين وتعالى صحينا الصبح عشان نعرف نروح الشغل. وده تقريبا بيحصل لناس كتير قوي، يعني دلوقتي خلاص الفجر يعني في حدود 3:30، فالناس بتفضل سهرانه لغايه 3:30 وتصحى كده مش قادره تروح الشغل غصب عننا، يعني بتبقى قايمين بالعافيه. بس هو شهر وشهر كريم يعني يعدي علينا باذن الله بكل خيره وناخد منه خيره الحمد لله ونستناه السنه الجايه. نرجع بقى زي ما وعدناكم للمسحراتي، برنامج المسحراتي اللي ابتدى على الاذاعه المصريه واللي اصبح جزء من هويه رمضان لجيلنا والاجيال كتير جدا قبلنا من الستينات. الإذاعة في البداية كانت سنة 1964 لما الإذاعة المصرية طلبت من الشاعر الراحل فؤاد حداد عمل حلقات لبرنامج المسحراتي. كتب فؤاد حداد سنة 64 31 حلقة للإذاعة المصرية. في سنة 68 كتب كمان 30 حلقة بعد ما الإذاعة تواصلت معاه وطلبوا منه مده بأعمال أخرى 30 حلقة. وبعدها في سنة 74 فؤاد حداد اللي موجود في الصورة قدام حضراتكم اللي أنا بشرف إن بينتهي نسبي ليه، جدي فؤاد حداد جد فؤاد، سنة 74 عمل 16 حلقة. عموما رحلة برنامج المسحراتي من بدايتها حتى نهايتها، من بداية ما كتب فؤاد حداد أول حلقة في المسحراتي سنة 64 إلى وفاته سنة 85 وصلت ل 111 حلقة. لكن 100 فقط من ال 111 حلقة هم اللي اتذاعوا على وسائل الإعلام، سواء كانت الإذاعة المصرية في البرنامج العام زي ما متعودين إن احنا بنسمع النقشبندي على البرنامج العام وقت الفطار، بنسمع قبل السحور المسحراتي المصري فؤاد حداد وسيد مكاوي. 111 حلقة هي مجمل الأعمال متجمعة في ديوان اسمه المسحراتي، ومتجمعة أيضا في الأعمال الكاملة لفؤاد حداد اللي أصدرتها الهيئة العامة للثقافة المصرية. كمان قال الأديب خيري شلبي عن المسحراتي في مجلة الإذاعة والتلفزيون سنة 1979 إن فكرة المسحراتي عند فؤاد حداد ليست عمل مسحراتي لمهمته وهي إيقاظ النائمين أو إيقاظ الناس في السحور للأكل، وإنما هي إيقاظ الهمم، إيقاظهم على حلم النهوض والتقدم، وإيقاظهم من أسباب الغفلة والتخلف والانتكاس، وإيقاظ عناصر الوطنية والمحبة والوحدة. وزي كل سنة كتير لازم يفتكروا المسحراتي فؤاد حداد وسيد مكاوي، زي أكاونت باسم عيشة محمود اللي كتبت عن المسحراتي وقالت بدأ سيد مكاوي في تقديم المسحراتي مع الشاعر العبقري فؤاد حداد الذي صاغها شعرا وظل يقدم المسحراتي بنفس الأسلوب حتى وفاته، وهو أسلوب على بساطته الشديدة يعتبر بصمة فنية هامة في الكلمات ومحطة من المحطات اللحنية المتفردة في التراث الموسيقي الشرقي. كمان أكاونت باسم حياة عملت شير لواحدة من حلقات المسحراتي وقالت بحب الأغنية دي قوي.
عملت كابشن لتويتة ثانية، عملت كوت تويت، فرد عليها أشرف عتريس أكاونت باسمها أشرف عتريس وقال دي مش أغنية، دي ملحمة المسحراتي للشاعر الكبير فؤاد حداد، غناء وألحان مولانا سيد مكاوي، 30 حلقة واتذاعت أولا في الإذاعة المصرية في البرنامج العام، وتم تسجيلها بعد ذلك للتلفزيون، وهي جولة في القاهرة وأحيائها القديمة والمهن والصناعية واستعراض تاريخي لمصر القديمة، ومنشورة في كتاب بنفس الاسم كمان، ديوان المسحراتي. أكاونت تاني باسم بحر فقال رمضان الشيخ سيد وعم فؤاد حداد، أحلى رمضان كل سنة والناس كلها طيبة. كمان جنى نشرت أبيات من أشعار فؤاد حداد في مسحراتي وقالت كل اللي كان في البال غير لي ريقي وبل الليل ويا ما طال الفجر يا ما طل عجوز شوية وعلى راسي خطوط بيضة والفجر لسه صغير لسه في البيضة وانا ماشي بسمع سلامات الندى والطل. هاشتاج فؤاد حداد، هاشتاج المسحراتي. كمان هاني نوح عبر عن اشتياقه للمسحراتي وقال فؤاد حداد وسيد مكاوي وأيقونة المسحراتي. زي ما تعودنا على المسحراتي ولسه موجود على الراديو وعلى التلفزيونات وموجود على السوشيال ميديا في صفحات كتيرة جدا بتنقل ده، كان في محاولات بعد كده من بعض الشعراء منهم مثلا الشاعر فؤاد قعود لعمل حلقات أخرى للمسحراتي، واستمر الزمن وبقيت مسحراتي سيد مكاوي وفؤاد حداد من الستينات وحتى اليوم هي علامة من علامات رمضان باللحن اللي بيتقال والكلام اللي بيتقال، اصحى يا نايم واحد الدايم وقلنا ويت بكرا نحييت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الدايم.